ولنقاش هذا الملف والتطرق إلى أهم النقاط التي وردت في التقرير الدوري عن الوضع السياسي في العراق الصادر عن القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان مقرر القسم السياسي في الهيئة دكتور ثامر العلواني. أهلا بكم دكتور. حياكم الله أختي الكريم. دكتور، أصدرتم في القسم السياسي بهيئة علماء المسلمين تقرير الدوري عن الحالة السياسية في العراق، وأشرتم فيه إلى الحوار الاستراتيجي. كيف يمكن تقييم مخرجات الحوار وانعكاساته على حاضر العراق ومستقبله من حيث العلاقات بين بغداد وواشنطن؟ أولا تحية لحضرتك وتحية لمشاهدي الرافدين الأكارم. ما سمي بالحوار الاستراتيجي الامريكي العراقي اوضح تقرير الهيئه اليوم، تقرير القسم السياسي، ان الحوار مخرجاته باهته ولا تدل على وجود حوار اصلا يسمى استراتيجي، وانما هي مجمل حوار كان هو عباره عن مساعدات امريكيه تعليميه وصحيه وثقافيه، وايضا ارجاع بعض القطع الاثريه التي سرقتها امريكا بان غزو العراق. فلا يوجد أي مخرجات استراتيجية، وحتى هذه المساعدات فالعراق لا يحتاجها أصلا، لأن خيرات العراق كثيرة ووفيرة، ولو كانت أمريكا جادة بأن تقدم للعراق شيئا ينفع العراق لقدمت له خطة متكاملة لمشروع الطاقة، لمشروع الصحة، لمشروع التعليم. فالعالم يعلم أن أمريكا متقدمة صحيا وتعليميا وثقافيا، فلو كانت جادة حقيقة لقدمت شيئا استراتيجيا حقيقيا في هذا الإطار، ولكن أمريكا لا تنظر إلى العراق على أنه بلد مستقل ذات سيادة، وإنما تنظر على العراق أنه مستعمرة أمريكية تأخذ خيراته ثم تلقيه جانبا. ولا يوجد أيضا في القضايا شيء استراتيجي، وإنما تمت بعض مناقشات على الانسحاب الامريكي، وهو حتى هذا الانسحاب الذي ارادوا ان يهولوا له اعلاميا لم يتجاوز كونه تفصيلا امنيا، لان الشواهد تدل على ان القوات الموجوده في العراق هي قوات امريكيه قتاليه، وقاعده الاسد في الانبار والحرير في كردستان قواعد امريكيه ثابته لا تخضع للسلطه العراقيه ابدا، لان الكل يعلم ان الاجواء العراقيه اصلا هي تحت الحمايه الامريكيه وليس للعراق اي تحكم فيها. نعم. فاين السياده في هذا الحوار؟ ثم ان الانسحاب الذي زعموه انه صدعوا رؤوسنا به نقضته ورقه بايدن التي رفعها مع اجتماعه مع الكاظمي امام الاعلام، التي هدد فيها الميليشيات اذا استهدفت القوات الامريكيه في العراق فانه سيرد عليها بقوه. فكيف يمكن ان تكون قوات تدريب كما يقولون وتشن هجمات ضد من يستهدفها؟ تطرق تقرير القسم السياسي للهيئه لملف الجرائم الحكوميه، وكانت جريمه تفجير الذي وقع في سوق لوحيلات نموذجا عن هذه الجرائم، وهذا التفجير الذي وقع اثناء زياره الكاظمي لواشنطن. ما الربط بين هذه الواقعة والتي تم على إثرها إلقاء القبض على بعض العراقيين من محافظة الأنبار والتأميم وزيارة الكاظمي لواشنطن؟ للأسف الكاظمي لم يختلف عن سابقيه ممن حكموا العراق في حكومات الاحتلال في محاولة العزف على الطائفية وإثارة الفتن الطائفية من أجل استمرار حكمهم في العراق. هذه الطغمة الفاسدة التي تحكم الشعب العراقي ليست لديها أي مقومات لقيادة العراق، وإنما هم جميعا عزفوا على الوتر الطائفي ويحاولون إثارة الفتن الطائفية من أجل أن يستمروا في الحكم. ولذلك رتب مشهد مخزي في تحميل تهمة تفجير سوق الوحيلات إلى أناس أبرياء من الأنبار وصلاح الدين ثم عفوا والتأمين، ثم أعلن أن هذه الخلية هي من محافظة الأنبار وكانت تريد استهداف الناس في بغداد وبعض المحافظات الأخرى. والحقيقة أن هؤلاء أبرياء نازحون لا علاقة لهم بهذا التفجير الذي تشير الدلائل إلى أنه مدبر من قبل الميليشيات لحسابات فيما بينهم، لأن أحد الذين حملوا هذه الجريمة هو معتقل قبل وقوع الجريمة بشهرين، ومن أثر التعذيب اعترف هذا الشخص أمام شاشات الإعلام، ثم بعد ذلك بعد أن تعرض لانتهاكات وتعذيب
مات هذا الشخص وسلم إليه، فالكاظم يريد إعطاء صورة غير حقيقية عن قدرات حكومة الكاظم الأمنية، ويريد التغطية على فشله المستمر في مدة حكمه التي حكم بها العراق، فهو لا يستطيع أن يحكم العراق، وإنما يريد أن يوصل صورة غير حقيقية للعالم بأنه هو من يتحكم بالوضع الأمني وهو قادر على ضبط الأمن في العراق. تناول التقرير، العفو دكتور، هي صورة غير حقيقية غير واقعية بالمجمل، لأنه لا يستطيع أن يفرض سيطرته على عناصر الميليشيات، والشواهد كثيرة ومنها تحدي الميليشيات الكاظمة وأنها داست بأقدامها على صوره، فكيف يدعي أنه يسيطر على الملف الأمني في العراق؟ نعم، كله كذب لا حقيقة له. دكتور، في البند الثالث لتقرير تم تناول موضوع الانتخابات وإعلان بعض القوى السياسية الانسحاب منها، كيف تقيمون هذا الاستحقاق وإفرازاته المحتملة في ظل كل المقدمات التي سبقت؟ حقيقة لا يوجد في العراق ما يسمى بالاستحقاق الانتخابي في العراق أو الانسحاب من العملية السياسية، لأن العملية السياسية أولا هي فرضها المحتل، ثانيا هي مبنية على المحاصصة الطائفية والعرقية، بمعنى أنه لو لم يشارك إلا 1000 شخص من مكون معين، أو لو انسحب مكون معين من الانتخابات، فستقسم المقاعد البرلمانية معروفة الشيعية السنية الكردية حتى لو لم يشارك، وهذا الأمر سبق في انتخابات، أول انتخابات جرت عندما قاطع الشعب العراقي كثير من هذه الشعب العراقي هذه الانتخابات، وبالتالي أعطوه المقاعد التي هي مقررة له. أما الانسحابات المزعومة فهي غير حقيقية، وإنما هي من باب التخويف وحصول مكاسب سياسية، وهذه الإعلان من الانسحابات التي أعلنها مقتدى الصدر لا أصل لها، وهي غير حقيقية لأنها هي لا تتجاوز الإطار الإعلامي ولا قيمة لها على أرض الواقع، والدليل أنه أن المفوضية الانتخابات صرحت بأنه لا يوجد لديها أو لم تقدم عندها أي وثيقة من أحزاب سياسية أعلنت الانسحاب من الانتخابات، إذن لا وجود حقيقي لهذا الانسحاب، وإنما هي لغرض محاولة أنه يكسبون الشارع مرة أخرى، وأنهم دعاة للإصلاح، والحقيقة أنهم سبب أساسي في تدمير العراق والفساد المستشري في مؤسسات العراق. شكرا جزيلا لكم، المقرر السياسي أو المقرر في القسم السياسي لهيئة علماء المسلمين الدكتور ثامر العلواني، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.